مهمة يجب الإشارة ديالو إبرازها وهو الجانب ديال الرياضة المدرسية. أغلب التلاميذ ولاو اللي كيدخنوا ولاو كيقدموا شواهد طبية باش يبينوا العز ديالهم في الرياضة باش يتفادوا النقطة ديال الصفر في الامتحان. أغلبية ديالهم ولاو يدلوا بشواهد طبية باش يمارس الرياضة في الثانوي في الإعدادي. هذه ظاهرة خطيرة. النتيجة ديالها هو أغلبية ديالهم كيكونوا إما كيدخنوا إما كيستعملوا شي مخدر. وهذه يجب الوقوف عليه فضلا على العنف المدرسي. العنف المدرسي تا هو نتيجة ديال التدخين وخاصة الشيشة والمخدرات، لأن هادو عندهم نوعا ما تأثير على المزاج ديال الطفل، الشيء اللي كيدفعه أنه يبحث دائما على وسيلة من وسائل التمرد مع ذاته فبالأحرى مع المحيط اللي كيعيش فيه. ونقطة أخرى مهمة هي وهي التدني ديال المستوى الدراسي، راه نتيجة ديال إهمال ديال الوليدات الدروس ديالهم، نتيجة ديال هذا الفضاء المحيط اللي كيعيشوه ديال التدخين وديال طبيعة الحال خاصة الشيشة. أنا نقول لكم أستاذ ندرج لك واحد النقطة مهمة. أنا كنت في واحد المؤسسة اللي هي ليسي، دخلت لواحد القوة جوست أكوتي، دخلت غير باش نشرب قهوة، ما بغيتش نبرك في لاتيراس، كاين البرد ندخل داخل. دخلت شنو لقيت القهوة كلها بيضاء، باش طابليات بيضين ديال بنيتات قاصرات داك في ديك المقهى، ولقينا واحد العجاجة ديال الدخان في الفضاء ديال المقهى، مالهم كلهم كيستعملوا الشيشة. فواحد تقريبا من المؤسسات تقريبا جيست اكوتي تحت الاجواء بعد ديال القهوه، موفره لهم جميع الشروط ديال الستائر، الاناره بايته، الكراسي عندهم واحد مواصفات معينه. اتساءل هنا، نجيو للقانون مباشره هنا، اين هو التطبيق القانون ديال منع التدخين؟ الشيشه تاعي راه داخله في التدخين الا تحدثنا على بلا مخدرات، فاين هو القانون اللي كيغرم على الاقل اللي كيكمي في اماكن عموميه عندهم 50 درهم 100 درهم، وداك اللي كيشتغل في المؤسسات اللي في المقهى كيشتغل كتلقاه انه كيغرموه ما بين 500 الى 1000 درهم. وإلى طبيعة الحال تم ضبط واحد يعني هذا العملية داخل المقهى فقصيرات وهذا، فأنا ربما راه الإحالة على الشرطة. سيدي الكروي، باش كتفسر أنت هذا القانون أنه ما عمرو دخل حيز التنفيذ؟ واش القانون ولد ميتا؟ هذا تفسيرنا داخل الجمعية المغربية لمحاربة تدخل المخدرات هو أن القانون ربما ليس واضعه هو المشرع، لأن جاء البنود ديالو كلها طبق منه بند واحد اللي كيخدم المصلحة ديال اللوبي كيحميه، هي كتابة عبارة التدخين ويضرب الصحة أو التدخين ويقتل، لأن في حالة مقاضاة سيكون اللوبي محميا. ولهذا بالنسبة غير الإصدار ديالو كان في 91 29 أبريل 91، النشر ديالو كان حتى 96 جوان 96، يعني أربع سنوات التعديل ديالو باش يمشي غير من الحكومة الأمانة العامة ويمشي للجريدة الرسمية وبقى فوق الرفوف الى يومنا هذا، يعني ازيد من 25 سنه ربع قرن. هذا كيدل دلاله قاطعه على ان هذا ما كيهمناش بقدر ما كيهمنا ان الاشاره اللي كيبعث بها ان القانون وضع لكي لا يطبق فهو قانون يشجع على التطبيع. يعني قانون لو كان فعلا المشرع قصد به التطبيق لطبقه في حينه، ولكن بما ان الامر هو فقط يستدعي ارضاء لوبي السيجاره فالامر كان كذلك. مش كتفسر السي توفيق انت هذا القانون انه ما باقي علامه استفهام كبيره؟ تردد لانه ماشي 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 عادي في بلاد اللي من كم الاول بلدان اللي قامت بخلق هذا القانون هذا وانه ما يتفاعلش ديالو، يعني ما الامور ماشي عادي. تجارب ديال الدول قريبه لنا، اسبانيا فرنسا اللي مشات في وكاين تخوفات بعض اللوبيات مثلا اللي تيقول لك الى 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 فعلناه القهاوي والمطاعم غادي تخوى. هذا الشيء لا اساس له من الصحه، لان كنشوفوا بانه بلدان متعدده كثيرا اللي فعلت قانون ديال عدم التدخين في 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 الاماكن العموميه وما وقع حتى شيء تشي. ما خصناش نساو بانه راه المشكل مشكل استاذ، ماشي المشكل ديال حريه المدخن، راه المشكل حريه الشخص اللي حداه اللي ما بغاش يدخن حداه غير المدخن. راه المدخن اللي كيتضر،
لان بعض المرات كتدخل المطعم كتدخل كتشوف مثلا عائلات وكتشوف ولاد صغيورين يعني في لابوسيت ديالهم مع باباتهم واحد حدا تيكمي ماشي كتقول لمول المطعم اللهم يدام الكره هذا ماشي مع تيقول ولا الى ما قبلناش غادي يمشيو هذا خاطئ الناس تعلموا السلوكات حنا كنا كنديروا سانتور سيكوريتي قبل تعلمنا ندير سانتور سيكوريتي بالقانون بالغرامه السلوكات معروف انك يمكن نغيروا السلوكات ديال واحد المجتمع وخص تفعيل هذا القانون هذا وتفعل في اقرب وقت ممكن السلوكات اسمح لي سيكرون بيننا دخلنا للقضيه ديال الحلول خص تفعيل القانون وكاين خص امور اخرى وكاين تجارب ديال التحسيس نتابعوا في واحد الريبورتر الصغير دائما من انجاز عبد الله طالب صوت زهراء اي تي حل باش نختموا بالمحور ديال الحلول والمقاربات باش نتجاوزوا هذه الامور اللي تكلمنا عليها نتابعوا الريبورتاج نحن أمام لحظة تعلم خاصة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ لحظة لفهم خطر تعاطي تدخين السجائر الطريقة عروض فنية متنوعة لجعل المتلقي يقتنع أن الإدمان يبدأ بالسجارة الأولى شاركنا بمسرحية كتشدوي لنحمي قلعتنا من التدخين حاولنا نحسو بالتلاميذ نحسو التلاميذ بخطر هذه الآفة كنتمناو التلاميذ اللي شاهدونا يستافدوا ويحاولوا يبتعدوا حيت التدخين راه ممنوع والو خطر ضار كيضر بالصحة في الآخر كينتهي بالممات وكينقص من عمر الإنسان لهذا كنتمناو التلاميذ يستافدوا من مسرحيتنا ومن الأغنية اللي قدمناها نوضحوا للناس الأضرار ديال التدخين والمخدرات باش نوجهوا لهم رساله باش كاع اللي كيدخن ماشي غير التلاميذ فقط كاع المسؤولين والناس الكبار كلشي يقلع على التدخين لاحظنا بان هذه الظاهره تكثرت في اوساط التلاميذ وصبحت بشكل كبير عند تلاميذ اناث وذكور في الابتدائي الاعدادي الثانوي والتعليم العالي فلهذا قررنا ان هذه الحمله تكون في الاوساط التعليميه لاننا تستهدف الشباب اللي هو الان اصبح مهدد بشكل كبير ننتقل إلى مدينة الدار البيضاء بحد المركبات التربوية حيث تشتغل الجمعية المغربية لضحايا الإدمان والمخدرات إلى جانب جمعيات أخرى على تأطير وتوعية المراهقين والشباب الغاية جعلهم بعيدين عن كل ما يمت للسجارة بصلة والوسيلة ورشة تكوينية إعلاميات رياضة خدمنا على ثلاث مراحل استراتيجية على المدى القريب وهي تحسيس التكثيف من تحسيس التوعية داخل المؤسسات التعليمية على الخصوص بطبيعة الحال من أجل التقليص من آفة التدخين على السجائر والمخدرات بصفة عامة والمرحلة الثانية أو استراتيجية الثانية وهي خلق مراكز استماع داخل هذه المؤسسات التعليمية بالإضافة للمرحلة الثالثة والتي يصعب الوصول إليها على الأقل في الحال في الآنية هي خلق مراكز للعلاج من الإدمان على المخدرات بصفة عامة الحملات التحسيسية تتواصل بكل الفضاءات لكنها تركز على المدرسة أساسا عسى أن نبني جيلا مدمنا على حب المعرفة والتعلم بدل الإدمان على أي صنف من أصناف المخدرات مهما صغر شأنه عندكم جوج دقائق لكل متدخل فيكم في الجانب ديال الحلول قبل ما نختموا طبيعة الحال ماشي مطلوب من كل واحد يدوي الحلول كلها كل واحد جانب معين بدا بك السي البر شكرا كاين المدرسه كاين التحسيس كاين الاعلام كاين القانون كاين الدوله كاين مجموعه ديال الامور عطيتي لي جوج دقائق ولكن حيت كان عندي بزاف د الحوايج اللي خصني نجاوب ولكن ماشي مشكل نبداو بالسياسه حنا كاين استراتيجيه كتنبات خمس استراتيجيات ديال العالميه في اطار المخطط الوطني للوقايه ومكافحه السرطان وبدعم من جمعيه لالا سلمى عندنا البروجي ديال ثانويات واعداديات بدون تدخين كنظن هذا واحد البرنامج اللي انتشر بواحد الطريقه كبيره في المؤسسات التعليميه ديالنا بشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه ووزاره الصحه وبرنامج اللي كان بدا كانت الانطلاقه ديالو كانت عطاتها صاحبه السمو الملكي لالا سلمى في 2007 كان بدا في واحد ثلاثه ديال الجهات اللي هي الدار البيضاء أكادير والرباط في 2007 ومن بعد تعمم في 2009 تعمم في جميع المغرب
هذا برنامج اللي عرف واحد النجاح، ما غاديش نقولوا بلي كل شيء مزيان كل شيء الامور 100% باش ما ندخلوش في داك ولكن تعمم وعرف واحد النجاح يعني انا جو ديري كونسيديرا. الهدف من هذا البرنامج هو تحسيس ولكن تحسيس جميع الاطر، تحسيس المدرسين والاساتذه الى اخره، وتحسيس التلاميذ تثقيف بالنظير الى اخره. هذا باش نعطي واحد البرنامج اللي كيتمشى اللي راه غادي في السيروره ديالو وبدا كيعطي النتائج. كاين بيان سور المخطط الوطني كيتباز على 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 استراتيجيه متكامله فيها، من غير ان نعتمدوا على التحسيس كنعطيو الفرصه للناس باش يقلعوا على التدخين. هذا جانب اخر. هذا واحد المجال اللي كنشتغلوا فيه وكنحاولوا نوفروا للمدخنين انهم سي كرومبي. المقاربه الوقائيه هي في تبقى هي الاساس اللي كنراهنوا عليها كثير، لان مشان انا نبدلوا السلوك ونبدلوا الافكار، لان السلوك كيمر عبر تغيير الافكار. مقاربه اخرى ما كرهناش يكون عندنا ارقام حول الفاتوره اللي كيدفعها المغرب، ماشي من الخزينه ديال الدوله فقط، بل من الخزينه ديال المجتمع اللي هي عباره عن ارواح تقتل في الشوارع لان فعل التدخين اللي كيؤدي للمخدرات، على جرائم حق الاصول، على الفشل الدراسي، على التفكك الاسري. هذه كلها خاصه دراسه باش نقدروا شحال هي الفاتوره الحقيقيه، باش ممكن اننا نالمونطيو ونغذيو الاراده السياسيه عند الطبقه السياسيه انها تاخذ الموضوع على محمل الجد، وعلى الاقل تفعل القوانين لانها فعلا كتعطل او على الاقل كتاثر بشكل كبير على عملنا، العمل ديالنا داخل المؤسسات. لان اول سؤال كتوجه له اش كتكمي كيقول لك قل الدوله تحبسوا، قل الدوله دير القانون. اول جواب كيصدر من عند اي مدخن سولنا عليه غالبا يعني في غالب العام قل الدوله هي اللي تحبسوا، ملي تحبسوا الدوله نحبس انا. وهذه المقاربات خصها تكون في اطار شمولي، لان الظاهره تطول المجتمع طولا وعرضا، ماشي مجرد فئة معينة ولا شريحة معينة، بل كتهم الأغنياء، الفقراء، الطبقة المتوسطة، المرأة، الرجل. ولعلمكم أن حاليا اللوبي هو يراهن على الأطفال باش ينزل سن الاستهلاك إلى ما دون 6 وكيراهن على الإناث، لأنهم مازال ما كيشكلوش واحد طيف واسع من الزبناء ديالو. هذه الشريحه اللي مازال فيها الاشتغال، فيها الخدمه الاشتغال، باش يهز الشيفر دافير ديالو على حساب المستقبل ديال وليداتنا ومستقبل، وعلى حساب المشروع المجتمعي. انا كنقولها الا ما كانش مقاربه كتستنفر جميع الضمائر، جميع نحن كاملين كافراد كمؤسسات، راه ما غاديش يمكننا اننا يكون اي نجاح لاي مقاربه تخادت بشكل اختزالي وجزئي كما وقع الان. سي دريد، ربما مؤسسه تنشئه او على راسها الاسره عندها دور كما عندها مسؤوليه يعني في المشكل، كذلك عندها دور في الخروج من المشكل. طبعا انا صراحه يعني اجد نفسي محرجا في مثل هذه البرامج. هي برنامج جميل مهم، ولكن ما كيعطيكش الوقت باش طور الافكار ديالك. انا عندي وضع برنامج متكامل وسميه بالتحصين النفسي، كيخص الدراري ديالنا، الاطفال ديالنا والشباب المراهقين يتعودوا يتعلموا يتربوا يتدربوا ويكون عندهم واحد مناعه، واحد المناعه تماما، واحد شخصيه قويه فيها تثق في نفسها، تثق في الاخرين، عندها طموحات، عندها الى اخره. هذه مساله ديال التحصين النفسي اساسيه. واحد مساله اخرى اللي هي لا تقل اهميه داخل في هذا البرنامج هذا اللي وضعه انا شخصيا، اللي كنسميها بالتربيه الوالديه. كيف؟ يعني اننا المعلمين باش يخرجوا معلمين كنعملوا لهم واحد سنه او سنتين ديال التدريب، كندربوهم باش يعملوا باش يجيو يدرسوا، في حين ان الاباء والامهات اللي كيكون عندهم واحد تاثير خطير وقوي خاصه في السنوات الخمس الاولى، دكتور جلال كيعرف هذا الشيء مزيان، فين كيتحدد المعالم الاساسيه ديال شخصيات الانسان، ديال شخصيه الطفل ومدى ثقته في نفسه الى اخره، كيكونوا الاباء والامهات هما اللي كيتولاو التربيه ديالو في هذه السن. اذا كانوا هما بطبيعه الحال هما
ليس دائما يسلكون عن سوء نية، هما عن ربما عن عدم دراية، عن عدم معرفة، يربون أبناءهم كما تربوهما إلى آخره. لا بد أن نجد برامج للتربية الوالدية، يعني أن نعلمهم كيف من البداية، من بداية الحمل إلى الوضع، إلى العناية بالطفل، بالصحة ديالو، بالنظافة ديالو، باللباس، بالكلام، بكل شيء، ياخذوا دروس، ياخذوا، تكون هناك برامج منظمة تقوم بها أجهزة الإعلام بحال هذا البرنامج، تقوم بها الجمعيات والمرصد وغيرها، ربما وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، برامج منظمة لفائدة الآباء لأن والأمهات، لأن الدور ديالهم شتي خطأ واحد بسيط كيمكن يخرج على شخصية الطفل، خطأ واحد بسيط كيمكن يخرج لنا طفل معاق، خطأ لو انتبه الآباء والأمهات وتعلموا هذه الأمور. فإذا أنا أركز على أن الوقاية خير من العلاج. حنا كنلاحظوا مع الأسف غياب في المدارس ديالنا، غياب البعد السيكولوجي ما حضرش. كاين واحد الفئة مهمة الآن اللي واجدة، اللي هما المساعدين الاجتماعيين، واجدين، تخرجوا من الجامعات ومهمشين، ما 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 عطاوهمش الفرصة باش يلتحقوا يتوظفوا في 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 المدارس. غياب شبه كلي، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام، غياب شبه كلي في المدارس للمواكبة، لاكومبانيمون، للمصاحبة ديال التلاميذ اللي كي يعانيوا من مشاكل في الاكتساب والتعلم، ولكن اللي كيبدا يبان عليهم بعض المظاهر القابلية والقابلية ليست هناك مواكبة، وليس هناك حضور حقيقي لعلم النفس وللإرشاد النفسي وللبيداغوجيا، وليس هناك نية مع الأسف لوزارة التربية الوطنية أن تشغلها. كاينين موجودين تخرجوا عندهم كفاءة عالية، مكونين في التربية، في علم الاجتماع، في البيداغوجيا، واللي استطعوا، لأن المدرس ما يمكنلوش يدير كل شيء. إذا كان عنده 50 تلميذ في القسم، عنده غير 30 ما يمكنش يدير هذا الشيء، ما يمكنلوش. حنا كنطالبوا المدرسة في الحقيقة بأكثر مما يمكن أن تقوم به. فيما كانت عندنا شي مشكل كنقولوا للمدرسة عندنا مشكل في البيئة ونديروا التربية البيئية. وتا واحد ما كيعاون المدرسة عندنا، وهي بعد تقادت بعد غير مع المشاكل ديالها. سي حراق، أنا سأتحدث عن الجانب الذي يخصنا نحن كفاعلين جمعويين. أعتقد أنه على الحكومة أن تغير سياستها في معالجة الظاهرة ديال الإدمان، لأن ظاهرة الإدمان لو كانت تحل من طرف وزارة الصحة وحدها أو من الطبيب وحده انتهى الامر بوصفه طبيه بلوردونونس، يكتب لك الدواء بلوردونس هو تحل. فالامر اوسع واكبر من ذلك. على الدوله ان تعمل على انشاء في مؤسسه، تدخل الاموال الصحيحه في مؤسسات تعليميه لانشاء مراكز الاستماع، مراكز الدعم النفسي، مراكز ديال تاهيل الكفاءه الاجتماعيه، لان مازال وليداتنا في هذه المرحله ديال النمو يمرون بمراحل عصيبه بين 14 سنه و 18 سنه، ثلاث مراحل، طفل مراهق شاب صعبه على 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 ذاك الانسان. لذلك فيجب ان تنصب الجهود على وزاره ديال التعليم بالخصوص، ثم انخراط وزاره الصحه بطبيعه الحال حاضره، تحضر بقوه، ومؤسسات اخرى يجب ان تعمل في اطار واحد 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 المشروع مندمج. فأعتقد لا، مشينا حتى عملنا هذه المقاربة، أكيد أنه غنستطيعوا نلامسوا بحضور المجتمع المدني، لأن الأصل في الإدمان في 1938، الإخوة يعرفون هذا أطباء، من أنشأ الإدمان؟ شكون خلق هذه الكلمة؟ كان سابقا أن المدمن على الكحول ولادة يحال على مصحة الأمراض النفسية والعقلية. فلما جات ديك المجموعة ديال المدمنين المجهولين، منين تكونين؟ من ناس عاديين، من الناس من المجتمع المدني. خلقوا واحد البرنامج عظيم سميتو لي 12 با، الخطوات الاثنى عشر. الان يعتمد هذا البرنامج في اكبر الدول، في ايران بعدا دايره مصحات ديالها ما فيهاش دواء، كتدخل العلاج ما كاينش دواء،
كتبدا معاك برامج اللي هي باش ما تعطيكش يعني تعوضك بادمان اخر كتمشي معاك ما كاينش دواء. لذلك فالاعتماد على المؤسسات التعليميه وفق هذه المقاربه ذات البعد الاجتماعي التي تساهم في النمو النفسي والاجتماعي والجسمي للطفل والاجتماعي. سي توفيق إرادة سياسية. أولا أخي الكريم الوقاية معروف أنها هي الحل. شنو المشكل الكبير؟ المشكل الكبير هو ديك المثلث ديال صانع القرار السياسي اللي لا صلة له بالأكاديمي اللي عنده واحد المعطيات معينة، والأكاديمي اللي عنده حتى التكوين لا صلة له بالعامل الجمعوي اللي عنده الحماس والرغبة وما عندوش التقنيات، والجامع والعامل الجمعوي لا لا لا, لا يعني ما عندوش واحد الامباكت اللي بغيت تقول على تأثير على صانع القرار السياسي. هذاك المثلث اللي كان في بعض البلدان ما عندناش، يعني ما كان هذا المشكل الاولى. المشكل الثاني هو انا كنحيي مره اخرى المجتمع المدني، لان بلا بيك تنقول لك غتكون كارثه. المجتمع المدني بالحماس ديالو بالرغبه والاراده ديالو ماشي دائما عنده التقنيات، راه حنا خصنا نكونوا مسؤولين ونأهلوا هذوك الناس، لانه بعض المرات كاين بعض الامور اللي كتاسس على كما قلت لك انطباعات وافتراضات، بحال مثلا السرعه تقتل، او مثلا التهويل والترعيب، او مثلا الوعد والتهويل والترويع. لا كنعرفوا في مجال الوقايه الاستاذ كنعرفوا شنو اللي كيتمشى وكنعرفوا شنو ما كيتمشاش، خصوصا اللي ما كيتمشاش كنعرفوه، لان بحال مثلا لا سيغاريتو الموت بحد ذاته خص الطفل يكون عنده الحس التجريدي لا بونسي ابستريت باش عارف بان الموت عنده خطر. والطفل هو كيجازف بكل شيء، شكون اللي كيمشي بلا كاسك اللي كيمشي في السونس انتيردي؟ ليش يموت بالنسبه لواحد الطفل بعيده بالنسبه له؟ راه الاستاذ اللي عنده 25 عام تيبان له كبير في العمر ديالو، ما بالك انه اللي كتقول مثلا راه هاد السيكاطا تعطيك الكونسير ديال البومون تيقول لك فاش في 40 عام بالنسبه له تيقول لك اش 40 عام. فهاد الامور هذه اخطاء شائعه كنشوفوها حتى في المجتمع ديالنا. هذه من جهه، اسمح لي بسرعه الوقايه. المشكل ديالها شنو الوقايه؟ الوقايه كتعطي التاثيرات ديالها على المدى البعيد. بعض المرات الناس ما كانش الناس اللي ديال الصحه العموميه اللي السياسه السياسويه ما كتهمهمش المدى البعيد، كيهمو انه يدشين واحد البناء، يدشين واحد الجدران، ما كيهموش. كتقوليش مثلا غنعطي واحد هذا الشيء غتعطي واحد 20 مليون اورو وراه من دابا 20 عام، تقول لك 20 عام لا خصني شي حاجه ديال دابا نحكموا عليها دابا. الحزب راه خصنا. هذه من جهه اخرى الوقايه هي الاهم في هذا المشكل هذا. الوقايه شنو هي؟ الوقايه حسب الفئات العمريه، لان ما كنديروش الوقايه عند 8 سنين 10 سنين بحال 12 عام 14 عام بحال 15 عام. قبل من 12 عام تيكون ما يسمى بتنميه السلوك السليم، يعني انه ينعس مزيان، يدير الرياضه، ياكل مزيان، يمشي للمدرسه، يدير الفروض ديالو، نتتبعوا نعرف شنو هو سميتو. من بعد 12 14 سنه كندير واحد الاطار، كيولي ديك الساعه كندخلوا في ما هو مباح، ما هو محرم، ما هو يناقش الى اخره، اطار ما يسمى بالقيم والمبادئ. تنجلسوا مع الاول تنهضروا له على الجنس، كنهضروا مثلا على التدخين، كنهضروا على المخدرات، كنقول له على السرقه، على الغش الى اخره. من بعد 15 17 سنه كنهضروا على ما هو تاثير الدماغ، تاثير على الصدر، تاثير على الى اخره. هذه امور اللي هي بالنسبه لي مهمه جدا. عزه النفس هضرها الاخ الكريم، عزه النفس الثقافه ديالنا، الثقافه ديالنا ديال التفاعل ديالنا مع الابناء ديالنا، ما عندناش ذاك الانصات والتحاور، وما عندناش ديال يعني الرفع بالعزه ديال النفس، ما عندناش ديك انا كنفتخر بك، ما عندناش انا كنحبك، حنا ما كنعبروش على الحب ديال الاطفال ديالنا. تيقول لك لا كنشريو له، كنشري له، وشريت له سبرديله. بالعكس انت حمار، هذه حاجه يعني اسمحوا لي، هذه ولا انت ما غاتقفرهاش، ولا انت ما غاتنجحش، ولا انت عمرك ما غادير. هذه امور اللي والغياب الابوي. الاستاذ هضر قبل على الورشات، كتعرف بانه البارونتينغ بان في الستينات في امريكا، تضح لهم بانه الاباء تيعرفوا الاباء والامهات كيعرفوا ولدو كيما كيعرفوا شي ربيو. فطب كاين هذه القضيه البارونتيك بعيده عندنا بزاف، حنايا مازال ما وصلناش حتى يعني ننتبهوا الامور اللي هي اكثر اساسا. يعني كاين بزاف الحوايج والجزر، اسمح لي بسرعه، الجزر كيف الزجر، كيفاش نسمحوا لراسنا انه نتسامحوا مع الناس اللي كيبيعوا المخدرات في محيط المؤسسه؟ كيفاش نتسامحوا مع راسنا انه نسمحوا لهذوك الناس اللي كيبيعوا القاصرين السجائر؟
بلدان داروا مثلا ما يسمى بلي دي اف زي، يعني لي دراك فري زونز اللي محيط المدرسه، الى حق حصل كتاخذ عقوبه مثلا خمسه المرات اضعاف من العقوبه ديال الكرون. بجمله باقي لان تجاوزنا الوقت. لا غنشير غير واحد العلاج اللي ربما كاين في الدار البيضاء اكثر من مناطق اخرى. نتمنى انه بالنسبه للتدخين هذيك الميثود ديال كيابيل ديال الابر الصينيه، الوخز بالابر، الوخز بالابر، واللي عطات نتائج في فرنسا، يعني 80% من النجاح. ونتمنى ان وزاره الصحه تاخذ هذا الامر بالاعتبار ويتم النشر ديالو. تقدر تكون هذه مشجعه للتدخين، يقول لك راه كاين العلاج مضمون بالوخز بالابر، يعني ممكن يكون بسرعه العلاج، يعني يدمن بسرعه العلاج. كاين طرق السيجاريت، لا كاين طرق الطريقه حنا في العلاج في بعض هنا في الجمعيه اللي داز دابا الان، الجمعيه داز الان ومع الاخوان ديال قبيله القرقوبي والدكتوره زايره، هادو ناس اللي اشتغلوا واحد البرنامج مفيد. اش كنعملوا؟ كنشدوا اربعه خمسه ديال الامهات ولا الاباء، كنجمعهم في واحد العمل معين، كيديروا معنا برنامج ديالاش. بدايه كنبداو به في واحد الزيارات معينه. حرقت الوقت ديالك وقيله، المهم حنا تجاوزنا الوقت وكنعتذر للطاقم التقني والبث النهائي كلهم، واكيد انه ما دويتوش ما دويتوش على المسؤوليه الاعلام، ولكن انا نتحمل المسؤوليه نتكلم عليه، لان البرامج التحسيسيه والتوعويه خصها تكون بشكل دائم، والعلاج كذلك. اشكركم جميعا، اشكركم مشاهدي الكرام على حسن التتبع، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.